أعزائي متابعي شبكة الرمسيس التعليمية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة الرمسيس التعليمية في كل ما يهم المعلمين والمعلمات في مجال التربية والتعليم. إن شاء الله في هذا الفيديو سأشرح لكم كيفية تفعيل موقع جديد لطباعة صحيفة أحوال المعلم بالتربية والتعليم، سواء إذا كان على رأس العمل أو بالمعاش بعد تغيير الموقع، لأنه قد تم إلغاء العمل بالموقع القديم واستبداله بالبريد الموحد. الموضوع ده مهم جدا لجميع المعلمين والمعلمات اللي موجودين على رأس العمل، وبالتالي السادة الأفاضل اللي موجودين بالمعاش، وكمان اللي يرغبوا في طباعة صحيفة أحوالهم بسهولة وسرعة بدون أي تعقيدات تطرأ على حالتهم. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الموضوع ده فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل حضرتك كل جديد، وتابعونا في الشرح. زي ما حضراتكم كده عارفين، ده تنبيه هام جدا انه تم الغاء العمل بفتح صفحة المعلم والموظف القديمة اللي كنا بندخلها عن طريق الكود والرقم القومي وكلمة المرور. الكلام ده خلاص تم الغائه، وتم استبداله بموضوع البريد الموحد او الايميل الموحد وكلمة المرور الخاصة بالإيميل. المشكلة اللي بتقابل أغلب المعلمين أو المعلمات حاليا بأنهم ما بيعرفوش أو ما يقدروش أو مش عندهمش الخبرة الكافية أنهم يقدر يجيب أو يفعل الإيميل الموحد. في الفيديو ده إن شاء الله أعرف حضراتكم إزاي نقدر نفعل البريد الموحد. تفعيل البريد الموحد دي أول حاجة حضرتك أنت المفروض هتعملها، وعلشان تعرف أن طبيعة يعني صحف الأحوال أو طباعة صحف الأحوال دي حاجة مسؤولية شخصية خاصة بالموظف نفسه أو المعلم نفسه. الشخص اللي بيتم إنهاء خدمته لأي سبب، سواء إذا كان استقالة أو معاش أو وفاة لا قدر الله، بيستطيع يعني أهله أو يعني المسؤولين عنه إذا كان توفى ولا حاجة وعايزين يطبعوا صحيفة أحوال، فده هيكون برضو من خلال البريد الموحد أو الشخص اللي يطلع معاش. الموظف أو المعلم خلاص ما مش محتاج إن هو يحصل على كلمة مرور او الكود الخاص به من ادارة الاحصاء، وهنعرف دلوقتي الكود بيتم استخدامه فين. ادارة الاحصاء بتبقى غير مسؤولة عن طباعة صحف الاحوال الخاصة باي شخص حتى مع انتهاء من تم انهاء خدمتهم. موقع بيانات معلم في ثوب الجديد من اللينك التالي. اللينك اللي موجود امام حضرتك انا هسيبه لحضرتك بالكلام اللي موجود ده في الوصف الخاص بالفيديو ان شاء الله باذن الله تعالى. هتنزل تحت الفيديو هتلاقي اللينك ده موجود، هنضغط عليه هيحولك على الموقع الجديد. طبعا الموقع ما زال تحت التحديث. نيجي بقى للشرح العملي. زي ما حضرتك كده شايف، انا لمجرد ان انا ضغطت على اللينك زي ما موجود امام حضراتكم اهو، تمام، هنضغط على اللينك ده. ولكن قبل ما نضغط على اللينك احب اذكركم بحاجة، طبعا هيكون شرف ليا ان حضراتكم تدخلوا على القناة وتشتركوا فيها ونشارك الفيديوهات اللي موجودة فيها، وده فضلا وليس امر من حضراتكم. بعد ان ندخل على نظام حاجة اسمها نظام ادارة الموارد البشرية بيانات المعلمين والإداريين، هنكون مجهزين معانا البريد الإلكتروني، وأعرف حضراتكم دلوقتي البريد الإلكتروني بيتكون من إيه وكل موحد بالنسبة للمعلمين. هنضغط على كلمة تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت، سواء إذا كنت بتستخدم الهاتف المحمول أو بتستخدم الكمبيوتر مفيش أدنى مشكلة خالص. تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت زي ما حضرتك كده شايف أمام حضرتك على الشاشة، بدأ يفتح لي الصفحة الخاصة بالدخول. بكتب هنا يجيب لي خانة بكتب فيها الايميل الخاص بي، تمام، وبعدين بكتب كلمة السر وادخل على البريد. بعد ما بكتب طبعا مش هيجي لحضراتكم لان انا كنت مدخل الكلام ده مسبق قبل كده، ده بيجي بنفس الطريقة كده. بكتب البريد الخاص بالمعلم كتبته هنا، والبريد الخاص بالمعلم زي ما حضرتك كده شايف انا بالنسبة لبني سويف بيتكون من، وده موحد على مستوى الجمهورية ولكن المحافظة بتتكتب هنا، ده بيتكون من الكود الخاص بحضرتك والعلامة اللي هي الخاصة بالبريد ات، وبعد كده بنسويف 2.mo، وده موحد على مستوى الجمهورية، فده اللي هيختلف وده اللي هيختلف مع حضرتك، تمام. وبقول له التالي. بعد ما بقول له التالي بيقول لي دخل كلمة المرور. بدخل كلمة المرور هنا بنفس الطريقة بتبان على هيئة نقاط، وبقول له تسجيل الدخول. بعد ما ضغطت كلمة تسجيل الدخول هيبقى زبان زي حضرتك كده عايز تقول له عدم اظهار مرة اخرى، وتقول له نعم مفيش ادنى مشكلة بحيث ان هو ما يطلبكش بالدخول كل مرة او تكتب كلمة السر كل مرة. ده الموقع الجديد اللي ظاهر امام حضراتكم كده بنفس الطريقة وبنفس الشكل ده كده. هنضغط على كلمة هنا موظف.
هضغط عليه لاختيار الصلاحية موظف، تمام، وبعدين هيعرض أمام حضراتكم البريد بنفس الطريقة دي كده، ونظام إدارة الموارد البشرية ده العنوان بتاع الموقع واللوجو الخاص بوزارة التربية والتعليم، وهنا اختار الصلاحية اللي هو يعني هو جايبها هنا ليه. أحيانا بعض المعلمين أو بعض مديرين المدارس بيبقى لهم صلاحية الدخول على صفحة المدرسة، علشان كده يقول لك أنت اختار الصلاحية إذا كنت موظف ولا مدرسة. فأنا هنا بالنسبة لي موظف، فأنا بختار موظف بس كده، وبيظهر لي هنا المديرية وبيظهر الإدارة التعليمية. وبعدين عند كلمة الاستعلام هنا أنا أضغط على كلمة عرض بيانات معلم أو موظف طباعة بيان حالة، لو أنا هطبع بيان الحالة حاليا. بعد ما بقول له عرض بيانات المعلم أو الموظف بيظهر أمامي أمام حضرتك البيان، بيبقى هو معلم على هنا وصول سريع، في حالة وجود أي بيان خطأ برجع لقسم الإحصاء والملفات علشان خاطر أعدل البيان الخطأ، بيظهر أمام حضرتك بنفس الطريقة دي كده. وبعدين لو أنا عايز أطبع صحيفة الأحوال بضغط على طباعة تقرير بيان صحيفة الأحوال، وخلي بالك هنا يعني ما بيتقلبش، طبعا الموقع لسه فيه تحديثات كتيرة جدا مش بتقلب للكف زي ما احنا عارفين يعني زي كده، فده الخانة دي منشطة فعلا ولكن في خطأ بس كده، مؤشر الماوس مش بيتقلب للكف أو الجهة الحاجة النشطة يعني، بضغط عليها كده ما تشغلش دماغك، هتبص لي قال لك أنت يعني عايز تنزل بيان الحالة ده فين؟ أنا اخترت الديسكتوب اللي هو سطح المكتب، وانا كنت منزلها قبل كده هنا تقرير بيان حالة، انزلها مرة تانية مفيش ادنى مشكلة خالص، واعرضها لحضراتكم بتعرض في صيغة PDF زي ما حضراتكم كده هتشوفوا دلوقتي، وده يعني الشكل الجديد الخاص بصح صحف الاحوال زي ما حضراتكم كده موجودين، وزي ما حضرتك كده شايف امامك على الشاشة ده الشكل الجديد، وفي التوقعات من تحت، تمام، وده الشكل الجديد الخاص بصحيفة الاحوال. ده الجزء الاول من الفيديو. طيب الجزء الثاني من الفيديو، عشان كده انا عايز اطلع اعمل تسجيل خروج، بضغط على العلامه اللي هنا دي السهم الصغير اللي موجود جنب البريد الموحد هنا كده، وبقول له تسجيل خروج، بعمل تسجيل خروج علشان خاطر انا الجزء الثاني بقى من الفيديو حاليا هندخل مع حضراتكم على ازاي تقدر تعمل يعني تفعل البريد الموحد. تفعيل البريد الموحد هنرجع هنا كده عند يعني الفيديوهات الخاصة بموقع الرميساء التعليمي، وهنلاقي هنا يعني فيديو كنت شارح فيه طريقة تفعيل البريد الموحد، علشان خاطر ما أثقلش على حضراتكم في الفيديو ده ياريت يعني تراجعوا الفيديو ده، وفي شرح مفصل عن موضوع طريقة تفعيل البريد الموحد هجيبه لحضراتكم دلوقتي، ويعني هنشوف ازاي قدرنا نفعل البريد الموحد، تمام. كيفية الحصول على البريد الإلكتروني وكلمة السر ده بالنسبة للطالب، تمام، أنا مع حضراتكم دلوقتي علشان خاطر أعرف حضراتكم إزاي نقدر يعني نفعل البريد الموحد. زي ما حضراتكم كده شايفين ده الفيديو الخاص بطريقة تفعيل الإيميل الموحد للمعلمين، وكان ده كان خاص بتدريبات الترقية، ولكن هتلاقي فيه طريقة تفعيل البريد الموحد، وأنا هسيب لحضراتكم برضو رابط الفيديو ده في الوصف أسفل يعني الفيديو اللي احنا بنعمله، وده كان يعني فيديو بسيط لموضوع إزاي تقدر تطبع صحيفة الأحوال، وده الفيديو اللي حضراتكم بقول عليه خاص بموضوع تفعيل البريد الموحد وطباعة اختارات التدريب للترقية. زي ما حضراتكم طبعا ده احنا كنا بنشرح فيه الموضوع اللي هو الخاص بتفعيل الايميل الموحد، واحنا شرحنا في الجزء الاول من الفيديو موضوع ازاي تقدر تطبع صحيفة الاحوال الجديدة من على الموقع الجديد، وده طبعا احنا مفصلين فيه كل حاجة بالتفصيل، وده كان نظام الموقع القديم. هنبدأ من اول هنا كده نبدأ نسمع، ونكون مجهزين الرقم القومي والكود الخاص بحضرتك ورقم تليفون مسجل او بريد الكتروني اخر، تمام، وبعدين هتبدأ يعني تتابع التعليمات الخاصة اللي موجودة في الفيديو علشان تقدر تصل لتفعيل البريد الموحد بطرق سهلة وبسيطة، ولمجرد ان حضرتك بتفعل البريد الموحد بيبقى موجود معاك البريد وكلمة المرور، فبتدخل على الموقع اللي احنا دخلنا عليه هنا كده، وبعدين هتسجل دخول من اول وجديد علشان خاطر تقدر تطبع صحيفة الاحوال الالكترونية الجديدة زي ما وضحنا لحضراتكم. وده كان شرح مفصل عن موضوع نظام إدارة الموارد البشرية والصفحة الجديدة الخاصة ببيانات المعلمين
والإداريين. في النهاية أحب أشكر حضراتكم على مشاهدة حضراتكم، وفضلا وليس أمر الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس علشان يصل حضرتك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.